يعني أعتقد تحالف السيادة وحتى الكتل السنية إلى الآن يعني لم تبدع اعتراضا على فقرات الموازنة، ولم يعني يكون هنالك موقف معترض، ولا كذلك يعني لا يوجد بنفس الوقت تصريحات تؤكد الموضوع. لكن قبل يعني حوالي أسبوعين السيد رئيس البرلمان الأستاذ محمد الحلبوسي باعتباره يعني رئيس حزب تقدم صرح بأن الموازنة ستقر، ونعرف أنه صار هذا الخلاف على الاعتراض على النقطتين من القبل السادة في الكردستاني. فأعتقد أن نواب السيادة بصورة عامة أو الكتل السنية يعني تتجه باتجاه تأييد إقرار الموازنة في يوم الخميس القادم. ساعات يعني هناك لقاءات مكثفة وتواصل مع جميع الأطراف، أعتقد أن هنالك حلحلة لهذا الأمر في الساعات القادمة، لكن يبقى الدور التوافقات السياسية أكيد سيكون له تأثير في هذا القرار. لكن مبدئياً سيكون هنالك أو يعني بصورة عامة الكتل السنية تتجه نحو المصادقة على الموازنة.